إيديسيون المستقبل تقدم لكم شيخ الميلود الفيالاري والكساسبا الزين محمد الطابلاطي خاطر حبيبنا موسى البراح تاع الحراش وفي خاطرك يا الحاج محمد قباش وليد شلف وناس شلف كبير وصغير ونبدأ باسم الجواد على الفرض الصمد نبدأ باسم الجواد على الفرض الصمد وما كيف أحد سبحانه والله وسبحان رب القادر خالق انثى واذكره وسموات وبحر رب العزة مقواه وثم اصلع للمختار الطاهر بول الانوار إن وانا انا 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 اشبع يوم الفرار كل موت وترجاه والرضا على الابرار ابو بكر مع عمار عثمان وعلي حيدر ذو نصرهم الله ومشينا يا الاخوان صدينا في الامان وسمحنا في اللي كان رحنا لحبيب الله الوهر نمشينا الحباب كل معانا ودعنا غاشينا صدينا يا حسرة وركبنا طائرة مزين ذيك النظرة وسبحان عال القدرة ورى العبد كيفاه يا 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 نهنا وركبنا طائرة مزين ذيك النظرة سبحان عال القدرة ورى العبد كيفاه والطائرة طارت في وسط الجوع لوات وقدرت على الدرجة ذاك البعد الحقنا هنا 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 وفي جدة يا سادات حبطت بينا رصات وجابونا حافلات رفضوا غاشي مقواه وقلعوا صدوا بينا قصدي للمدينة إنا وانا انا وصلنا نبينا محمد يا محلاه ده باسم الجواد على الفرض الصمد ده باسم الجواد على الفرض الصمد ما يقيفوا احد سبحانه هو الله سبحان رب القدر خالق انثى واذكر سماوات وبحر رب العزة مقواه ثم اصلع للمختار يا طاهر بول انوار اشفى يوم الفرار كل اموات وترجمواه ثم اصلع للمختار يا طاهر بول انوار اشفى يوم الفرار كل اموات وترجمواه والرضا على الابرار ابو بكر مع عمر من ولي حيدر ذو ناصرهم الله مشينا يا الاخوان صدينا في الامانه يسمحنا في اللي كنا رحنا لحبيب الله واهم يمشينا يا الاخوان صدينا في الامانه يسمحنا في اللي كنا رحنا لحبيب الله الوهر نمشينا الحباب كل معانا ودنا غاشينا صدينا يا حسرة يركبنا طائرة مزين ذيك النظرة سبحان عال القدرة ور العبد كيف الطائرة طارت في وسط الجو علات قدرت على الدرجة ذاك البعد الحقنا خاطر حبيبنا الحبيب المروكي وسكان وادره وفي خاطرك يا طاهر الظهران تاغلي زان مهدية من عند اخوكم عبد القادر بوسنة يا في جدة يا سادة تهبطت بينا رصات جابوا لنا حافلة ترفدوا غاشي مقوى قلعوا صدوا بنا قصدي للمدينة وصنعنا بنا محمد يا محلى
قصدي للمدينة وصلنا نبينا محمد يا محلى وصلنا للطاهر حب ورب القادر بين نور وظهر حب ربي ورضاه يوصلنا للبشير يا صديق الأمير سيدي مفتاح الخير من قلبي ما ننسى يوصلنا للمعصومة حب رب القيوم سعدي في ذاك اليوم اشفيت رسول الله اشفينا ابو الانوار ابو بكر مع عمار جينا هجوار بيت فاطمة ثم حدا قمنا 40 صلاة في الروضة يا سادات نطلب على الدرجات ينجينا من بلاوه